إذا كان أبوك عايش استغل وجوده، فالأب كالعمر لا يتكرر مرتين. أبوك لا يشبهه في الوجود أحد. إذا تحدثنا عن الأب فنحن نتحدث عن العطاء بلا مقابل، عن الحنان بلا حدود. الأب هو صاحب القلب الكبير والوجه النضير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. لقد تعب أبوك كثيرا وشقي كثيرا في سبيل تحقيق لقمة العيش لكم، كنتم أنتم همه الأكبر. يحب أن يراكم تأكلون أفضل المأكولات، وتشربون أفضل المشروبات، وتلبسون أفضل الملبوسات، ويحزن إذا لم يستطع أن يستجيب لرغباتكم، ويغتم إذا لم يستطع أن يحقق طلباتكم. فهو رب الأسرة وولي الأمر. الأب ينظر إلى أولاده ويقول لهم: والله العظيم أنا خائف عليكم وخائف على كثرة قلوبكم. الأب هو أغلى من الروح والدم، هو أحلى ما نطق الفم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فيا شباب ويا بنات، اتقوا الله في آبائكم. احذر أن يموت أبوك وهو غضبان عليك، واحذر أن تدمع عيناه بسببك. وإذا ارتفع صوتك على أبيك فاعلم أنك قتلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده. حاليا الولد يشرب الشيشة والسجائر أمام أبيه. يا حبيبي، الأب له احترامه وله مكانته، أنت تحمل اسمه. أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام رأى رجلين يمشيان معا، فقال لأحدهما: من هذا منه؟ يعني ما قرابة هذا الرجل منه؟ قال: هذا أبي. قال: فلا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تخاطبه باسمه. احذر من عقوق أبيك. معظم الخطباء يهتمون ببر الأم، والقليل من يتحدث عن الأب. الأب مظلوم. تغضب والدك من أجل شيء تافه من توافه الدنيا، تحزنه من أجل هاتف أو دراجة لم يحضرها لك، ترفع ضغطه من أجل جنيهات أو من أجل فسحة لم تذهب فيها مع أصدقائك. هو يجمع الدنيا لمن؟ هو يشقى ويتعب لمن؟ كم استدان وكم مد يده لفلان وعلان. أقسم بجلال الله لأجلك أنت، أبوك يفعل المستحيل لأجلك، وكأنه يقول لك: يا ولدي، يا نور عيني، لو أن العرق يباع لبعته حتى أسقيك الماء العذب. تذكر أن أباك يحبك حبا لا مثيل له. لو بكيت أنت سينزل الدمع من عينيه هو. كم مرة قال لك أبوك عند قيادة السيارة أو الدراجة النارية: كم مرة قال لك: يا ولدي، لا تكوي كبدي، واتمهل ولا تسرع، واذكر دموع المحبين. يا حبيبي، من الذي يتمنى لك أن تكون أفضل منه وأحسن منه وأعلى منه؟ لا يوجد أحد إلا الوالد. من الذي يتمنى لك أن تكون دكتور وهو يحمل لك الشنطة؟ من الذي يتمنى لك أن تكون وزيرا وهو يفتح لك باب السيارة؟ لا يوجد أحد في العالم يتمنى لك ذلك إلا أبوك. أنت تدمر وهو من خلفك يرمم، أنت تخرب وهو من خلفك يعمر. الأب لا يعوض. والله العظيم مسكين، يا من حرمت من نعمة الأب. وأعظم قوة للفتاة هو أبوها، أعظم قوة للفتاة هو أبوها. لو كل العالم أبكاها هو سوف يضحكها. احترم كل فتاة إذا ذكر أبوها بكت واشتاقت إليه.
كل فتاة بأبيها معجبة، وأنت أيها الشاب استغل وجود أبوك طالما أنه حي، فسوف يأتي يوم ولن تراه. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول: اللهم طول في عمر كل أب، وارحم من أصبح تحت التراب.